السلام عليكم، صوت واضح؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح يا دكتورة، تفضلي. طيب، قول بسم الله. احنا نعرف ايش اخذنا في المحاضرات السابقة ان الكونتاكت لينز واللو فيجن، وبعدين دخلنا على الاوبتيكال ديسبنسنج. الاسبوع هذا ايش كان؟ اتمنى يكون في تنسيق للتدريب حقكم مع بعض المحلات. اليوم راح نتكلم عن introduction to the optical dispensing، وهو هذا هذا الموضوع الرئيسي للمحاضرات وللكورس الدبلومة. بسم الله. احنا عارفين refractive correction can be done by the spectacle, contact lens and refractive surgery زي ما قلنا سابقا. طيب احنا اكثر شيء popular للناس او اللي use، يعني easy to use, easy to buy, easy to handle, usually spectacles. النظارات ليش؟ لانها cheap. Spectacle is cheap, easy to to dispense، يعني نقدر صناعتها وتحضيرها تكون أسهل من الكونتاكت لينز والرفراكتيف سيرجري، and less technology، يعني ما نحتاج فيها أدوات زي ما نحتاج في الكونتاكت لينز والرفراكتيف سيرجري. إيش معنى optical dispensing؟ على طول معناتها اللي هي spectacle، على طول من يوم يقول optical dispensing معناتها النظارات. واضح؟ طيب، proper dispensing pair of the spectacle begin with an accurate prescription. غالبا افضل يعني العدسات، لو نعمل عدسات لاي مريض لابد يكون في عندنا accurate مقاسات صحيحه للنظاره. غالبا اذا كانت المقاسات صحيحه وعملناها بشكل صحيح راح نحصل على انه السبكتكل مره كويسه للمريض ومريحه له. How can we guide the patient to choose the right spectacles؟ طبعاً راح نتكلم في المحاضرات القادمة عن the frames، how to choose the frame lenses that are comfortable, affordable, as well as aesthetically suitable، يعني مناسبة له، خاصة إذا كان عنده high astigmatism أو high myopia أو high hyperopia. The quality of the lens and its fitting also affect the correction provider. طبعا الكواليتي اوف ذا لينز، ايش هي الكواليتي حقت اللينز؟ بعضهم يقولوا انا بستخدمها شاشه كمبيوتر، بستخدمها ولا بلاستيك، احب الجلاسز. فهذا الشيء برضه يعتمد على استخدام البيشنت. Instruction about use and maintenance can ensure proper uptake of the correction، يعني انه لابد ان احنا نعطيه بعد ما نعطي المريض السبكتكلز، لابد انه نعطيه التعليمات الصحيحه حيث يحافظ على سواء على العدسه او سواء على النظاره. والحين احنا نتكلم عن focusing in the spectacles. It's important to design the optical dispensing system itself in order to make it suitable and efficient. طبعا زي ما قلت لكم سابقا، جميل يكون عندكم سيستم او جايد لاين سيستم زي البروشور، زي الاشياء اللي تستخدموها بحيث انكم تكون ثابته في المحل وتعطوها البيشنت. The following lecture will deals with the different aspect of the optical dispensing patient counseling. كيف البيشنت ايش يحتاج، ايش النظره حقته، ايش اللي يرتاح له، ايش الجلاس، ايش الفريم، اللينز، الكواليتي اوف ذا لينز، هذه كلها الاسئله لابد نسالها للبيشنت
بحيث ان احنا نعرف انه ايش الدايركشن حقنا عشان نوريه الافضل بريدكت وتكون مناسبه له. اوردر بروسيسنج، بعدين راح نبدا الاوردر فيتنج اوف ذا لينسز. انتوا تخيلوا نفسكم انتم رحتم للاوبيشن، جاكم عندكم في المحل، ايش حتسوي؟ او شي بيشنت كونسلنج، وبعدين اوردرنج بروسري بروسيسنج، بعدين بعد ما يختار الفريم المناسب والعدسه المناسب، اوردرنج بروسرينج فيتنج اوف ذا لينسز ستوك كيبنج بيسك انفورميشن اباوت ذا فريمز لينز اند ذير تايب، هذا كلها لابد يكون عندنا معرفة فيها، بس نحن راح ناخذها ان وايد في هذا الليكتشر وفي هذا الاسبوع. This topic target the following skills to guide the patient to the appropriate frame and the lenses and to do lens service servicing and the glassing with the scientific method by manual and automatic processing. هي lens servicing. انا ماني عارفه رحت للمحلات، اذا تعرفوا في احد راح للمحلات عشان اقول لكم ايش هي lens servicing. Raise your hand. اوكي، اللينز سيرفيسنج هي الماشين اللي تصنع العدسه بحيث ان الكريفتشر ايش هو البيشنت محتاج، الباور اللي محتاجها اللي هو الاوبتيكال الاوبتكس اللي محتاجه البيشنت، راح نصنع له اللينز بحيث انها تناسب الكوركشن للفيجن حقه، بحيث انها يقدر يشوف فيها واضح وتكون شكلها ممتاز ويعني يكون على نفس المقاس وعلى نفس الفريم اللي هو اختاره. The troubleshoot of the problematic spectacles. طبعا هذه كيف القياسات نضبطها في السبيكتكل. To do the frame measurement. Centering and decentering technique. طبعا هذه راح تعتمد على pupils. كيف نقيس البيوبلز، وهي فيها بعض الطرق من استخدام الرولر الى بعض الماشين ادفانس ماشين. To inspect the lens defect. برضو في الأخير يعني قبل نسلم handling the spectacles إنه نشوف إذا في أي defect في اللينز أو في النظارة، وبعدين في الأخير to organize the optical dispensing service in the community outreach program. هذا برضو شيء جميل إنكم بتتعرفوا إنه ممكن أنتم يعني إذا زي بعض المناطق اللي وخاصة الآن مع انتشار الأجهزة ممكن الأطفال يعانوا من مشاكل استخدام الأجهزة وعندهم يصير عندهم أمبليوبي ويصير عندهم ضعف للنظر من غير الوالدين يحسوا بهذا الشيء أو يشعروا بهذا الشيء. فإحنا واجبنا كأخصائيين وكعاملين في الآي هيلث كير إن إحنا نرفع أو ريز ذا أويرنس أوف أباوت ذا but the important of the checking the vision and correct it in the early as possible. يعني عشان خاصة للأطفال عشان تحاشي يصير في أمبليوبيا. أنتوا تعرفوا إيش معنى أمبليوبيا؟ قد سمعتم بأمبليوبيا؟ طيب أي ممتاز. الأمبليوبيا هي كسل العين، ممتاز، وهذا يحدث للأطفال أقل من 7 سنوات. أوكي طيب، زي ما احنا قلنا ريفراكشن. طبعا ايه الريفراكشن؟ هو 3 كاتيجوري عندنا ريفراكشن. احنا عارفين الانكسار راح يكون عندنا اما ميوبيا، هايبروبيا، استجماتيزم. Refraction with the help of the trial set and Snellen chart is the simplest and effective method to identify those with error. يعني غالبا لما يكون عندنا trial set الشنطة، هذه شنطة العدسات مع Snellen chart اللي هي تعرفوها Snellen chart، عندكم خبر فيها اللي هي اللي هو حرف الاي او بعض الاحيان حرف السي واتجاهاته، إذا كانت موجودة ممتاز عليك يا زينب. إذا كانت موجودة فإحنا نقدر نعرف إنه هذا البيشنت هل يعاني من مشاكل، كأنه أنا إحنا نسميها دائما التار زي البوابة. كيف أعرف إنه المريض عنده مشكلة في العين على طول؟
هذا البوابة حقته. إذا شيكنا على العين اليمين وبعدين شيكنا على العين اليسار، إحنا هنا عرفنا إنه المريض ممكن يكون عنده مشكلة، وبحيث إنه ما يشعر إذا كان عنده كسل في العين وخاصة الأطفال، أو عنده بعض المشاكل اللي مو منتبه لها زي الهاي مايوبيا، أو ممكن يكون 3.5، ممكن يكون 2.5، خاصة اللي مدمنين الألعاب الإلكترونية، وخاصة تكون عند قرب يعني البي سي والأشياء، بي سي جيمينج، هالأشياء هذه ممكن تصير عندهم المشاكل بدون لا يشعر. Okay, spectacle is easy and affordable solution. طبعا أول حل، ما نقول له عدسات لاصقة ريفراكتيف سيرجي، لا، أول شيء نقول له النظارات. Developing country using digital device، يعني في developing country، يعني الدول زي المتطورة اللي قاعد تتطور، مع استخدام العالي للأجهزة، شرط to identify the reaction out of the patient and providing the refractive correction. هذه واحدة من التحديات، إنه كيف ترفع الأويرنس وتقول لهم لو سمحتم انتبهوا لأطفالكم، لو سمحتم راجعوا أنتم، حتى لو مش الأطفال بس، الشباب، الناس الكبار، راجعوا طبيب العيون أو أخصائي البصريات، بحيث إن إحنا نحصل على إنه نقدر نحد من ظاهرة ضعف النظر حاد، يعني في مراحلها الأولى، بحيث إنه ما يكون في تطور لضعف النظر، بحيث والمريض ما يشعر، ولأن هذا الشيء ما يألم البيشنت، يعني البيشنت ممكن في أمبليوبي يستخدم العين الثانية ويصير إغنورينج للعين الصحيحة السليمة، أو في بعض يستخدم بعض التكنيك يقرب الكتاب أو إنه يقرب للتلفزيون، فهذه الأشياء إنه يحاول إنه overcome the problem، بس إنه ما تحس بين، ما يحس بين مثلاً ألم زي السكر ولا مشاكل الثانية، فهذه كان نقول hidden disease أو hidden problem. Uncorrected refractive errors could lead to amblyopia in children and may lead to the visual loss. وممكن تؤدي للفيجوال لوس. Can be prevented by wearing appropriate contact spectacles. يعني في المراحل الأولى نقول spectacles. طيب. Dispensing optician need to know. يعني هذه الأشياء يا بنات يا شباب لابد تعرفوها، احنا اعرفنا يمكن معظمها، فاشياء اذا احنا ما غطيناها هنا برضو انتم you need to have a look. The eye and the way it's work, refractive error, correction. Corrective method included the surgery, contact lens, low vision aids, optical accessory, products such as cleaning agent, contact lens, spectacle lenses, framed and sunglasses. هذه كلها البرودكت need to be covered. Fashion trend for the frame and sunglasses, the construction of the frame, the metric used and design characterized, business management, practical aspect of the edging and servicing the lenses, up to date information about the new optical product available in the market. طبعا لابد يكون عندنا up to date، يعني يكون تحديد، لانه انا فاهم ايش اللي نازل، انا فاهم ايش اخر الشغلات اللي نزلت في النظارات، اخر الشغلات اللي نزلت في العدسات اللاصقه، برضو ايش الاجهزه المتطوره اللي ممكن نصنع منها العدسات بسهوله اوتوماتيك، احسن من المانيوال، اذا كان في عندنا مانيوال الاوتوماتيك افضل طبعا كثير، بحيث انه يكون النظاره تعطينا المقاس الصحيح للنظاره او للبيشنت. طبعا الكونستراكشن اوف ذا فريم، كيف الفريم، كيف نعمل الفريم والمتريك والقياسات والبيوبلز اللي هو لابد يكون سنتر، كل الاشياء هذه لابد يكون عندي باك جراوند في معرفتها كاوبتيشن. اوكي، هل انتم غطيتم اغلبها في المحاضرات السابقه؟ شاركوني على الشات ايش اللي حسيتوا انكم غطيتوه، وايش اللي حسيتوا انكم يبغى لكم. ممتاز، ولنا
زينب المقاس أدق بس المانيوال إذا نبي نكون سريعين بالعمل حلو فعلا لابد يكون في مانيوال. ممكن أنتم تضعوا المانيوال تقول رقم 1 2 3 إيش هنعمل. طيب ايش الاشياء اللي بال the construction of the frame اخذتوها ال construction of the frame ولا لسه؟ وال optical necessary accessory product مثلا cleaning agent هذه اللي هل غطيتوها او لسه؟ او حاسين يبغى لكم محاضرات عنها؟ ابغى المشاركه عليها درجات المشاركه. اوكي طيب. حلو جميل ممتاز ممتاز جميل حلو. هذا المواضيع ما دام مغطيتوها هي غالبا هي الاوبتيشن اللي بده يكون مغطيها. ما دامكم الحمد لله اولموست غطيتوها فاحنا في ان سيف ان رايت واي. ممتاز برافو عليكم. شكرا يا ناصر شكرا يا رحاب شكرا يا زينب اللي شاركوا معي. طيب setting up an optical shop هنا راح نبدا مرحله جديده. المرحله الجديده اللي هي ايش هي؟ انا ابغى كاني افتح محل نظارات. ايش هعمل؟ ايش الادوات اللي احتاجها؟ كيف الاشياء؟ كيف الطريقه من والى؟ الكونتنت للمواضيع الجايه اللي هي equipment and optical shop ايش هي الاكوبمنت اللي نحتاجها. The goal to facilitate the optician to appropriate way and how the an optical shop is set up. كيف كيف وإيش هي الطريقة بحيث إن إحنا نعمل محل نظارات. Objective: the optician should be able to understand how the an optical shop is set up in preparation to the magnitude of the order expected. طبعاً نشوف the order expected وبعدين على the order expected نعمل ايش الاشياء اللي ممكن نحتاجهم. Now the different processing and equipment involving optical dispensing يعني ايش هي البروسيس وايش الاكويبمنت اللي نحتاجها لعمل المحل. It has been found that the patient prefer unique spectacle design and models instead of the standard frame design. طب هذا شيء جدا معروف انه اغلب البيشنت يقول لك انا ما ابغى شيء قديم ابغى شيء جديد ابغى شيء حديث ابغى شيء يونيك ابغى شيء مختلف. طبعا هذا الشيء يدفع الاخص الفني البصريات انه يكون فاهم في الماركت انه يكون فاهم في يعني ايش اخر شيء افيلبل ايش الماركتنج ايش الجديد اب تو ديت عشان يعطي البيشنت. برضو كمان خاصة التينيجير احنا نعرف انه غالبا المراهقين الفريم حقتهم يحتاجوا اشياء مثلا معينة الفريمات اشكالها معينة فهذه الاشياء لابد يكون عندنا up to date. Today setting up a spectacle shop is fairly risk free يعني الحمد لله ما عنده ما في مشاكل وما في خطورة في عمل an optical shop. The spectacle market is quite well established globally. Also the raw material are available at cheap cost يعني حتى الأشياء اللي نقدر نعمل منها الشوب تكون available وفي على cheap cost يعني ما راح تكلفنا شيء مرة خيالي أو شيء مرة مكلف. والشيء الجميل في الأوبتيكال شوب إنه نقول stable يعني ما هو زي مثلاً عمليات التجميل أو عيادات التجميل اللي يبغى لها كل يوم إنك up to date يعني إنه هذا الشيء طلع هذا مدري مش عارفة إيش هذا الشيء هذا الجهاز جديد هذا الجهاز خلاص صار قديم موضة قديمة. لكن الأوبتيكال شوب استيل يعني إنه إحنا نقول إنها إن الماتيريال حقتها متوفرة وإنه ستيبل. Spectacle dispensing simple procedure and minimal training need يعني ما تحتاج procedure كثيرة ولا procedure معقدة وحتى التريننج ما يحتاج يعني ما تحتاجوا انه يكون في تريننج مره مكثف يعني خلاص اذا انتم عندكم الجايد لاين
وعندكم ستيب وعندكم 1 2 3 4 زي ما راح نشرحها بعد شويه. خلاص راح تكونوا انتم ريدي لتكونوا فنيين بصريات، وان شاء الله باذن الله من انجح الفنيين. طيب equipping an optical shop. الاوبتيكال شوب نبغى الحين نبغى مشاركه من الجميع. اوكي، ايش هي الاشياء اللي ممكن تكون في محل النظارات؟ طبعا انا راح احط عليها درجات على المشاركه، كل واحد يعطيني ايش الاشياء اللي ممكن اذا انا ابغى افتح محل نظارات. ممتاز، لينزوميتر. ممتاز، الهيومن ريسورس، وجدان. غدير قالت الأجهزة. ممتاز، فريمز، عدسات، أحسنتم. أخصائي، لينزز، ستريست روم. ممتاز، العدسات. طيب حددي الأدوات، إيش هي الأدوات؟ فنيين، ممتاز، الفنيين اللي هو هيومن ريسورس. مسطرة، ممتاز يا شعاع، مسطرة. الفاترينات لعرض النظارات، أحسنتي يا هديل. فريمز، ممتاز يا نورة. زهرة، خصائي فني عدسات، ممتاز. سيلز بيبول، أحسنتم، الهيومن ريسورس. جهاز قياس النظر، لقياس النظر. فكرتم في كيف أنتم وعندكم خبر كيف نقص العدسات؟ طلعتوا عليه قبل؟ ممتاز، حلو. طيب ممتاز، قياس قص العدسات. مش عاد تسأل ولا بتعطينا خبر إنه يدوي أو بالأجهزة، لأنه فعلا في يدوي وفي بالأجهزة. جواب ممتاز. طيب جميل، حلو، على كذا احنا قطعنا شوط كبير. طيب equipping an optical shop the range of equipment. شكرا يا شباب، شكرا يا بنات. The range of the equipment necessary for the spectacles dispensing varies with the various of service provided. طيب ال equipment جد اللي نحن نقولها جدا necessary متغيرة، يعني من شيء بس simple إلى شيء معقد، وتعتمد برضو على السيرفيس اللي محتاجينه. هل الاوبتيكال شوب غالبا المين مثلا، اذا كان الاوبتيكال شوب والله يعتمد على الاطفال، فاحنا نعتمد على فريمز حقت الاطفال، نعتمد على الديزاين حقت الاطفال. لكن اذا كان الاوبتيكال شوب على اغلبهم مثلا التينيجر، نحاول انه اب تو ديت للنظارات اللي تحيط بالاطار. For sale and ordering take للبيع والشراء النظارات. One needs only basic instrument for the taking various measurement of the patient face range from simple rule to the digital pupillometer. يعني هو إيش نحتاج؟ يعني يعتمد على الخدمة اللي يقدمها المحل النظارات. هل هو شيء يبغى شيء simple أو يبغى إنه شيء بيوكليميتر، يعني كله متوفر، فإحنا نعتمد على الخدمة اللي نبغى نقدمها للبيشنت. بروسيسنج إكويبمنت، كيف حنعمل الإكويبمنت وبروسيسنج لها. سيرفيسنج، إحنا نعرف سيرفيسنج قلناها اللي هو الجهاز لتقطيع العدسات. سيرفيسنج is the process by which the power is generated on the lens surface by the creating the desired curvature. الcurvature اللي حابينه واللي راغبين فيه، بحيث انه يعطينا انكسار ممتاز للإضاءة، وعلى ذلك يعطينا correction of the vision. Lens surfacing machine are also available from basic manual models to fully automatic CNC machine، وهذه راح تشوفوها في المحلات.
من تكون سيمبل ومانيوالي الى اوتوماتيك ماشين. احد شاف الاوتوماتيك ماشين؟ اطلع عليها للسيرفيسنج؟ احد اطلع على السيرفيسنج؟ ممكن اذا نقدر نبحث عنها في الانترنت ممكن نطلعها لنا، نطلعها ونشوف السيرفيسنج اللي هي جهاز اللي هو كاتينج ذا لينز، يعطينا الكيرفتشر المناسب، وممكن تبحثوا عنه في اليوتيوب. طب بعد ما نسوي لها سيرفيسنج نسوي لها ايدجينج اوف ذا لينز از دان تو شيب ذيم ان ذا واي ذات ذي كان فيتد انتو ذا فريم. يعني بعد ما قصينا العدسة، احنا العدسة قصيناها بحيث انها تكون مناسبة لكيرفتشر مناسبة لنظر البيشنت، بحيث انه تعطيه نظر جميل وتحكمنا في الكيرفتشر. طب اوكي بعد ما قصينا العدسة ايش حنعمل لها؟ ايدجينج. الايدجينج هذا اللي هو الحواف، او نقص الحواف بحيث انها تثبت في الفريم اللي مختاره البيشنت. Edging of the lenses is done to shape them in a way that they can be fitted into the frame. These equipment are available in wide range in the term of the automatic and advanced. طبعا متوفرة من المانيوال إلى الأوتوماتيك إلى شيء متطور. Other essential tools include trial set or lensometer to determine the power of the lens, marking, shaping and cutting instrument to trace and roughly cut the lens to shape the frame before the fine edging is done on the manual edger. يعني هذه الأشياء الماركينج والشيبينج والكاتينج انسترومنت، هذه لما نعملها بعد ما نقص العدسة نعملها قبل نروح لخطوة الايدجينج، الايدجينج لللينز ونضعها على الفريم اللي اختاره البيشنت. سكريو درايفر، هذا السكريو درايفر زي المفتاح او شيء عشان نثبت فيه العدسه في الفريم. فريم وورمر، برضو بعد ما ثبتنا العدسه في الفريم نحتاج الفريم وورمر تو انيبل ذا لينز تو فيتد انتو ذا بلاستيك فريم. ادجستمنت بلاير for the adjusting the frame، هذا برضو جهاز صغير او شيء زي الماشين صغير نحتاجه لتثبيت العدسه في الفريم، التثبيت النهائي. هذه كلها راح تطلعوا عليها في محل البصريات. ترايل سيت واللينزوميتر، سكريو درايفر، فريم وورمر، ادجستمنت، هذه كلها راح نشوفها في محل البصريات. هنا الورك فلو ان اتيبيكال اوبتيكال شوب. طبعا انا اللي ابغاكم ابغى مشاركين معي.
معليش انقطع الانترنت، واضح الصوت الآن؟ هلا والله دكتور، واضح واضح. طيب ممتاز. طيب work flow in the typical optical shop، هنا كأنه لوحة بس مبسطة أو جدول مبسط يقول لك كيف من أول ما يدخل البيشنت للمحل حتى خلاص نوصل له ونعطيه النظارة اللي محتاجها، بس هذا شيء مبسط. أول شيء receiving the patient, verifying the prescription, consenting، ونعطيه الاستشارة اللي يبغاها، مثلاً إني أحب العدسات إيش اللي نأخذ منه قياس العدسة اللي جابها من عند الأخصائي البصريات، وبرضو نشوف إيش الاستشارة اللي يبغاها، هل هو يبغى الفريم، إيش الفريم، إيش نوع الفريم، إيش الإطار، الأشياء اللي حابها، إيش حاب للنظر، حاب للقريب، هذه كلها أول شيء أول خطوة اللي receiving the patient, verifying the prescription and counseling. أوكي، بعدين السال displaying the frame and lenses، تعرض له الفريم واللينزز وتقول له هذا شيء مناسب. بعدين الاوردر انتري، بعد ما خلاص اختار الفريم المناسب لو والعدسه والتايب اوف ذا لينز يصير الاوردر انتري، وبعدين ننتقل للمرحله الداخليه او للمطبخ. نحن نقول ان احنا كيف نصنع العدسه داخل المحل. لينز بروسيسنج، يوز ريديالي ستوكينج لينز اف افيلابل. طبعا بعض العدسات مثلا تكون خاصه للقراءه اللي هو بلس 2 بلس 1 غالبا تكون ريدي، يعني ما هي محتاجه انك انت تسوي لها بروسيسنج وكاتنج والاشياء هذه، فتكون جاهزه. او ان يقول بروسيسنج اور بليس ذا اوردر اوف ذا لينزز، او ان احنا نعمل الاوردرنج لللينز بحيث ان احنا نقوم بصناعتها. لينز فيتنج، ايج ذا لينز تو فيت انتو ذا فريم، وبعدين نعمل لها الايدجينج. كواليتي كنترول، بعد ما خلصنا الايدجينج وثبتنا العدسه في الفريم نروح للمرحله اللي قبل الاخير اللي هي كواليتي كنترول، تشيك اف ذا سبيكتكل ماتش ذا ديسكريبشن، وهذه لها طريقتها طبعا ان احنا نشوف السبيكتكل هل هي ماتش ذا بريسكريبشن، ونسوي لها قياس في اللينزوميتر. تشيك فور ذا ديفينس، برضو نشوف اذا كان في اي مشاكل في السكراتش ولا في شيء اللينز فيها مشكله لا سمح الله خلال عمليه البروسيسنج. ميك ذا فاينل ادجستمنت، ونعمل لها اذا كان في اي تعديل، اذا كان البيوبل او الديسنترينج، كل المشاكل اللي ممكن تظهر بعد ما نثبت العدسه في الفريم تظهر لنا، فنروح نسوي لها ادجستمنت. اوكي، وبعدين نروح للدليفري اللي هي كاش كولكشن، البيلينج اور كونسلنج اند ذا مينتنس، بعدين استشاره كيف يحافظ على النظاره، متى يراجعنا بعد 6 شهور، هذه الاشياء كلها كيف يحافظ عليها، انه خاصه اذا كان اطفال طبعا الكونسلنج راح يكون ليتل بيت مختلف للاطفال. delivery or dispatching، يعني اما انه احنا نوصل لها او انه هو يجي البيشنت يسوي لها كولكشن. واضح الاوردر، هذا الفلو ورك فلو، هذا الشيء راح يساعدكم كثير يا في المحلات، انه انا خطوه رقم 1 الخطوه رقم 2، فانه بدل انا اتوه وماني فاهم، يعني انا في اي خطوه خلاص انا فاهم انه انا في اللينز فيتنج عملت الاوردرنج انتري خلاص، الخطوه اللي بعدها لينز بروسيسنج، بعد اللينز بروسيسنج ايش اعمل، لينز فيتنج، بعد اللينز فيتنج ايش اسوي، اروح اشوف الكواليتي كنترول اللي هي الجوده بحيث ان تكون شيء ممتاز عندي، وفي الاخير يصير الديسباتشنج او دليفري اوف ذا سبيكتكل. هذا شيء مره مبسط، ممكن انتم تسووا له اكسباندنج وتوسعوه بحيث انه انت تكون زي المانيوال او ستيب انه واضحه عندك، رقم 1 2 3 4 فهمت، فتكون الشغل سهل بحيث انه لما تكون لا سمح الله زحمه عندك في العمل، مثلا احد ناداك وسط العمل، فتكون انت اوريدي ثابت انه اوكي انا برجع على النقطه رقم 1 رقم 2 رقم 3 انا وقفت عند النقطه كذا، فتكمل العمل.
طبعاً هنا في support activities اللي هي staffing recruitment. كيف يعني لما أنت تعمل shop وشوبينج وسويت الورك فلو، لابد انك في اشياء تحطها في بالك اللي هو سبورتنج اكتيفيتي، مثلا ستافينج، الستاف اختيارك، ريكويرمنت اختيارك للاوبتيشن، هل هو اختيار عشوائي، هل هو اختبار على درجاته، هل انت عندك معرفه في انه انسان شاطر انه يتحمل المسؤوليه، هذه كلها تعتمد على ريكويرمنت. التريننج، هل في تدريب في المحل، هل انك تحاول ان تطور من الستاف عندك، برضو التريننج والديفلوبمنت. انفنتوري مانجمنت، طبعا هذا لإدارة المخزون، بحيث انه لا سمح الله اذا كان عندك مثلا طلب في هذا الوقت، بدال انه يكون عندك لا والله انا بسوي لها اوردرنج من منطقه ثانيه او من بلد ثاني، لا لابد يكون عندك ان اوف ريفيو، كيف تدير المخزون. ستوك مينتينس، كواليتي كنترول، فيندر مانجمنت برضو كمان كيف تبيع وتسوي، accounting هذا المحاسبة، equipment maintenance كيف تحافظ على الماشين اللي مثلا الجهاز اللي تقطيع العدسات، الجهاز حق الايدجينج، هذه كلها كيف تسوي لها maintenance، ولا مثلا 6 month maintenance ولا yearly maintenance، هذه كل الأشياء تحطها في بالك كفني بصريات، أو خاصة إذا كنت أنت مالك للمحل. overall administration اللي هي إدارة عامة لجميع المحل. طيب هنا في نقطة مهمة، not all the process need to be part of the dispensing set up، يعني مو كل البروسيس هذه لابد تكون نكون احنا ثابتة معانا، او انه the supporting activities لابد انه مو لازم كل الخطوات هذه تكون ثابتة. طيب ليش؟ سؤال سهل، ليش؟ هل المحل الكبير نفس المحل الصغير؟ هل السيرفيس اللي تقدم مثلا كان حق اطفال، هل هو نفسه حق الشباب، حق الشباب؟ الاشياء هذه كلها احسنتم على حسب المحل وعلى حسب العميل وعلى حسب المنطقه، الاحتياجات او البيشنت اللي يرتادوا لهذه المكان، فهو يعتمد ايش هي، ايش الاحتياجات وايش السيرفيس اللي يحتاجها العميل غالبا. طيب when should you outsource an activity or processing، اللي هي كيف يكون عندك زي المصدر الخارجي والاشياء اللي بحيث انه ما يكون عندك عجز في المحل. طبعا غالبا لما يكون العميل عارف انه هذا المحل انه دائما يوفر الستوك غالبا يرتادوا، لكن اذا كل ما يجي للمحل يقول ما هو موجود، او انه يتاخر، او انه تعال بعد 7 ايام، غالبا العميل يبغى شيء على طول ريدي، مثلا قول له يومين، قول له يوم، لكن مثلا تقول اسبوع او اسبوعين، فكيف انت تتحكم في المصادر؟ انت مو بس الشوب حقك، انت برضو راح تجيب الجلاسز، راح تجيب البلاستيك، راح تجيب كل الاشياء هذه وتوفرها، توفرها بحيث انه يكون الاوبتيكال شيب ان ذا ستاندر واي، اللي هي فوليوم، ذا فوليوم اوف اني اكتيفيتيز سبلاي شين ويل دان، ذا فوليوم اوف اني اكتيفيتي ماست جاستيفاي ذا اماونت اوف فيكسد انفستمنت ذات انكورد فور ذا سيتنج اب ذا فاسيلتيز اور يوتيلايز ات وذ نير ماكسيمم افشنسي، يعني يكون افضل افشنسي موجوده. دليفري تايم، الفوليوم اول حاجه قلناها، الدليفري تايم از اولسو نيد تو لوك انتو ذا تايم انفولفينج ان اوت سكورينج ان اكتيفيتي، ات ماي بي شيبر تو جيت ات دان باي كونتراكتور بات ات اولسو ماي تيك لونجر تايم، يعني ممكن يكون عندك عقد مع او عقودات مع بعض الشركات انها توفر لك الشيء هذا، لكن غالبا الشركات ما راح تقول لك مثلا الشركه جايه والله من برا السعوديه، او الشركه جايه من الرياض، تجي للمنطقه تبوك تقول لك انا اصلا ما نجي الا في الاسبوع، في الشهر مره مثلا نوفر. فانت لابد تكون انت حاط في بالك هذه الاشياء، متى تتوفر الكونتراكتر، غالبا ايش الوقت اللي يوفر له، يوفر هذه الاشياء اللي تحتاجها مثلا العدسات والفريم، whatever you need in your shop. Quality and reliability of contractor. طبعا
طبعا الكونتراكتر غالبا لابد يكون انت واثق منه عن العملاء اللي انت قاعد تتعامل معاهم يوفروا لك او الشركات قاعد توفر لك، تكون لهم سمعتهم في المكان ولهم سمعتهم في المنطقة وعارفين انهم فعلا انك تقدر تعتمد عليهم. To maintain the quality standard of your product, you will have to check اللحظة أعتذر. The quality إحنا وصلنا لل quality and reliability of the contractor. To maintain the quality standard of your product, you will have to check if the contractor is able to deliver equal or better service than if you did it yourself. His service would also have to be reliable. يعني جدا معتمد عليها وواثق من هذه الخدمات. غالبا بعض أصحاب المحلات يحبوا إنه هم يوفروا الشيء بنفسهم. يعني يروحوا للموزع الرئيسي وياخذوا الكميات او الايكويبمنت اللي يحتاجونهم ويوفروها بواسطه بانفسهم يعني. فهذا يكون افضل، يعني ممكن يكون ثقه عاليه لهم. او اذا كان كونتراكتر يعني الشركات اللي انت متعامل معاهم ثقه، I think it's enough. بس إنه على حسب سمعة الشركات اللي تتعاقد معهم. في نقطة ثالثة اللي هو cost is outsourcing. Outsourcing. Cost of outsourcing the process must ideally be less than or equal to an in-house arrangement. هذا شيء جدا مهم إن يكون عندك source في الكوست. لابد يكون في شيء جانبي costing. يعني مو انه اوريدي كل شيء يكون موجود في المحل خلاص، في اوت سورس. كاباسيتي تو مانج سم تايم كوست اند فوليوم ميت ديديكيتد ذات سيرتاين بروسيس كود بي دون ان هاوس بت وي ميت نوت هاف ان اكسبيرتيز اور ذا كاباسيتي تو مانج اتس از ويل از ذا كونتراكتور وود. يعني ممكن يكون الكوست والفوليوم ما نقدر نعمل لهم إدارة داخل المحل، لكن لابد يكون في كونتراكتر، يكون في مانجمنت للكونتراكتر ومتى السبلاي ومتى الفوليوم الكمية اللي راح يجيبها والتصدير. هذه الأشياء كلها لابد تكون يصير لها إدارة من قبل صاحب المحل. A trade of all these factors will help decide which activity to outsource and which is arranged within our setup. طبعا هذه الاشياء اذا كنا احنا عندنا ادراك والمام فيها غالبا نقدر نتحكم في فيش ايش الاكويبمنت اللي نطلبها ايرلي، ايش الاكويبمنت اللي ممكن نسوي لها مينتيننس، ايش الاكويبمنت اللي ممكن بس تحتاج لو كوست. هذا كل الاشياء لابد يكون فيها اداره وفيها مانجمنت كليرلي. طبعا هنا راح نتكلم عن البلاستيك لينز، بس في البدايه راح نقول انه كان الجلاسز لينزز وير ذا بريدومينتري يوزد فور ذا سبيكتكل. كانت اول شيء غالبا الناس كانت مفضله للعدسات، العدسات اللي مصنوعه من الزجاج. ستيل اولسو سو اتس موست ديفلوبينج كانتري ثرو ذا بلاستيك هاز بين انتروديوسد. بلاستيك لينز هاف لسر شيلف لايف and need more sensitive handling. طبعا احنا نعرف انه
البلاستيك غالبا يصير هي سكراتشينج او ممكن تتعرض للسكراتش بسرعه. طبعا ما العمر حقها ما هو نفس الجلاس اقل، فيكون لها المينتيننس حقها يكون جدا، يعني الاستراكشر حق المينتيننس لابد تكون جدا واضحه للعميل. Trust your decision to dispense the plastic lenses can have a direct implication on your equipment. طبعا اذا انت قررت تستخدم بلاستيك لينز، وهذا اغلب المحلات الان تستخدمه البلاستيك لينزز، راح يكون الاكويبمنت انت ايش حتختار الاكويبمنت، ايش السيرفيسنج، ايش المواد اللي الماشين تحتاجها عشان تقطيع العدسات، عشان الايدجينج للفريم، هذه كل الاشياء تحطها ببالك على حسب الماتيريال اللي راح تستخدمها في صنع العدسات. World over the trend is moving toward the plastic lens more so because of the benefit it's bring to be to the user and it's fast becoming more affordable. يعني غالبا تتوفر بسرعه، يعني البلاستيك اسهل من العدسات اللي مصنوعه من الزجاج. طيب supply change، زي ما ذكر زميلنا ناصر قبل شوي، the supply chain the spectacle goods market has evolved over the years, making lenses, frames, and equipment accessible and affordable even for the developing countries. يعني طبعاً إحنا نعرف إن السبكتكل الماركتينج حق السبكتكل قاعد يطلع، والسبلاش يعني الطلب جداً عالي في الماركتينج، فإحنا دائماً نشوف إيش اللي مطلوب وكيف الفريمات كيف ماشية، إيش الأغالب الفريم، الشباب الحين يعتمدوا على الفريم، شكل الفريم، الماركتينج حقة الفريم، فهذه كلها الأشياء نحطها في الحسبان. The closer up the chain you go, the cheaper it as it is. يعني هذه تعتمد على supply chain وكيف الطلب demand and اللي هو stock and demand، الطلب والأخذ أو الأخذ هو مؤشر في الماركتينج، خاصة في العرض والطلب. ممتاز، العرض والطلب، فإيش هو العرض وإيش الطلب، إيش اللي محتاجين والماركتينج، فكل الأشياء هذه لابد نحط لها يحطها صاحب المحل اللي حاب إنه يكون عنده محل للنظارات في باله، بحيث إنه يكون يقدر يقدر القيمة السوقية أو يقدر القيمة، حيث ما يكون عندي يطلب شيء كبير الآن وبعدين يكون الترند حق البراند حقه خلاص كان، فيصير عنده بس إنه في المستودع، يعني بدون يعني بدون تصريف للبضاعة زي ما يقولوا. The closer up of the chain you go, the cheaper as it is. With a larger number of the players in the unorganized sector, price regulation are absent. However, cost is controlled by a very high competitive environment. غالبا ما يكون في تحكم في الأسعار، لكن من اللي يتحكم في الأسعار هو الانفايرمنت. يعني إنه مثلا إذا أحد رفع السعر برا عالي، ما حد راح يأخذ من هذا المحل، فيضطر صاحب المحل إنه ينقص السعر بحيث إنه يكون موافق للمحلات الأخرى، أو إنه أعلى شوية، يعني ما يكون مرة عالي بحيث إنه بضاعته راح تتكدس، ولا يكون رخيص بحيث إنه هو ما يخسر. Today, China has become a major source of the good and inexpensive frames and lenses. طبعاً إحنا نعرف إن الصين أغلب المواد الماتيريال، صارت الصين هي اللاعب الرئيسي لتوفير هذه المواد، ما هو فقط للمملكة ولكن للعالم أجمع. طيب إحنا تكلمنا عن الإكويبمنت، تكلمنا عن الطلب، تكلمنا عن الأمور أخرى لعمل لما إحنا نجي نعمل أوبتيكال شوب. هنا برضو واحد من أهم الأشياء اللي راح نحطها في الحسبان لعمل الأوبتيكال شوب اللي هيومن ريسورس. Spectacle dispensing involving human skills in the two major area, counseling and salesmanship, technical skill for fitting and servicing lenses. يعني غالبا نحتاج
يعني mainly أحد مثلاً لما يكون البيشنت جاي إيش يحتاج، إيش الإطارات اللي تحتاجها، إيش الشيء المناسب لك أنت، كيف استخداماتك لهذا الكونسلينج اللي هو salesmanship، والثاني اللي هو technical skill for fitting and servicing، يعني كيف يرتب العدسة، يكون غالباً هذا عمله داخلي يعني داخل المحل أو في ورشة، في الورشة إحنا نسميها ورشة صناعة العدسات. طب إذا كبرنا المكان راح يكون الطلب للهيومن ريسورس أعلى. Categorize the staffing, it must include order taking, salesman shaping, product knowledge, vendor management البائع, inventory management with the understanding of the latest trend and fashion so that appropriate frame are stocked. يعني يكون احنا عارفين في المخزون، إدارة المخزون فاهمة ايش الشيء اللي راح يكون مناسب، ايش اللي يكون ترند، ايش الشيء اللي غالبا الناس تشتري او تميل لشرائه. فهذه إدارة المخزون لابد تكون عندها تريننج وديفلوبمنت، وغالبا يكونوا اب تو ديت. يعني برودكت نولج هذا شيء جدا مهم، البرودكت نولج بحيث انه يكون عارف ايش الاشياء اللي ايش الاشياء اللي مفروض ان احنا نغطيها، سواء في النظارات سواء في العدسات او ايش الطلب اللي يكون موجود، خاصه غالبا بعض الحين يجيك مريض برضو تحويل لما يكون يحول العدسات الى يقول انا ما ابغى عدسات ابغى نظارات، فالاشياء هذه كلها يكون في الحسبان. Reporting pre-printing equally important is that the training must continuously serve to update the staff on the new development in the product and technique. وهذا الشيء دائما موجود، وخاصة في الشيء أي شيء فيه marketing لابد يكون فيه continuous development، بحيث إنه يكون سواء البائع أو سواء اللي يصنع العدسات أو سواء اللي يدير المحل يكون عنده المام في ايش المنتجات اللي المفروض نعملها او المفروض تكون موفره، بحيث انه لما يكون العميل يطلبها يكون موجوده ان ستوك. واضح؟ طيب واضح واضح دكتور. اخيرا الفاينانس، the following instrument The following illustrate the finance involved in the setting up an average size optical shop that handle 25 to 50 order per day. هذا مثال بسيط جدا، يعني بس انا حذفت الاسعار لانها كانت بالدولار، ف وتختلف برضو في الطلب، تختلف طبعا من منطقه لمنطقه. Initial cost measure initial investment for the setting up infrastructure for the dispensing unit include the space, furniture, basic equipment, manual edger, inventory, lenses and the frame. هذه الاشياء جدا مهمه لوجودها عشان تسوي establishing للمحل النظارات، اللي هو space انك تستأجر مكان، الفرنتشر، البيسك اكويبمنت، المانوال ايجر، انفنتوري، اللينز اند فريم. هذه كلها اشياء لابد تكون موجوده في المحل. طيب اوفر هيد اذر اندايركت كوست ذات ار يوجوالي مثلا انكيورد ار الرنت، ايجار، الكتريسيتي، هذه لابد تكون في الحسبان، وخاصه الناس اللي عندهم تسويق او درسوا التسويق راح يعرفوا هذه الاشياء واهميتها، نحن نحطها up to 6 months. يعني أي أحد يبغى يعمل محل يعني ما يقول البروفيت على طول راح تكون من ثاني شهر أو ثالث شهر تكون البروفيت، لا، البروفيت ممكن بعد 6 أشهر. طيب لحظة بس شوي،
نبغى نكمل انه other indirect costs that are usually incurred are rent, electricity, stationery, salary, machinery, maintenance, consumable and miss اللي هو الفائض. هذه الاشياء كلها لابد تكون في الحسبان ونعطي الحسبه لها تقديريه عند بدء المشروع. طيب financial recurring costs هذه الاشياء اللي دائما تظهر لنا على طول. direct costs incurred in manufacturing spectacle are for the frames, lenses, accessory, direct labor charge اللي هو ممكن اللي هو زي البلديه ايش تطلب العمال او اللي هو اللي دائما كل سنه تدفعوه يدفعوه المحلات لعدد العمال والاشياء والتامين الاشياء هذه. في شيء في سؤال؟ الحين خلصنا محاضرتنا الان عندكم اي سؤال؟ محاضرتنا اليوم يمكن شوي كانت أول شيء دخلنا على اللينزز وبعدين دخلنا على الفريم والسبيكتكلز وبعدين دخلنا كيف نأسس الأوبتيكال شوب. إيش الأشياء اللي نحتاجها؟ بكرة بحول الله راح ندخل على الشابتر اللي بعده راح يكون in details الفريم، كيف نختار الفريم، كيف نصنع الفريم، كيف الأشياء نثبت الفريم. أنا موجودة إذا في أي سؤال أو استفسار. بس أنا بعطيكم بعض الأشياء اللي وأنا قاعدة أسوي بحث في بعض المواقع مرة ممتازة أنا حطيتها لكم سابقاً في المحاضرات السابقة، وبعض المحلات أو بعض المواقع اللي هي متخصصة بس في يوتيوب لصناعة أو للأوبتيشن مرة ادخلوا عليها إذا حابين أعطيكم الويب سايت حقتها أو اللي هو فيديوهات تعليمية يوتيوب تعليمي ممكن تبحثوا عنها أو ممكن أنا أعطيكم إياها على الواتس أرسلها لكم بحيث أنكم تطلعوا بس على بعض الفيديوهات التعليمية، وهذه بس زيادة معرفة يعني وأفضل يمكن يكون. التحضير راح يكون أنا سويت سكرين للشاشة بحيث إن يكون الجميع سويت له تحضير. طيب السيرفيسنج والسي إن ماشين إن شاء الله بإذن الله الدكتور محمد راح يتكلم مع راح يرتب لكم الموضوع هذا.
انا راح ارسلها لطيف الموقع وهي راح ترسله لكم. اوكي ممتاز. ايش حاسين اب تو ديت يعني الكورس ماشيين فيه تمام؟ حاسين في اشياء بتبغوا تتعلموها اكثر؟ حاسين في اشياء يبغالكم تكونوا فوكسينج؟ ان شاء الله العمل الجاي بحول الله. جميل جميل. إن شاء الله العمل بإذن الله راح يكون في تغطية كبيرة بحول الله هذه الأيام القادمة إن شاء الله. طيب إن شاء الله يا بنات يا شباب ان شاء الله العملي راح يكون فيه لانكم اول دفعه ففي ترتيبات كبيره قاعده تصير مع بعض المراكز للتدريب. طب انا راح اكون موجوده اونلاين إذا في أي سؤال على طول ادخلوا على هذه واسألون أو حابين أشرح شيء حابين أرجع لشيء أنا ريدي. دكتورة الإدارات هل صحيح ترى إذا اخترق العميل تكون ترند مختلف تختلف ما 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 تتوافق مع قياساته؟ زينب قصدك هل صحيح الإدارات إذا اختارها العميل تكون ترند تختلف ما تتوافق مع قياساته الزبون؟ البراند غالبا البراندات اصلا ما تصنع البراندات الا لما تكون متناسبه بحيث انه يكون كاتنج بحيث انه يكون حتى لو تلاحظوا في بعض العدسات تكون مره ضيقه ما ينصح فيها يعني حتى اللي هو فن النظريات النظارات لما تروحوا له يقول لك ما يصلح اذا انت تشتغل على كمبيوتر اذا انت تشتغل كذا اذا انت تحتاج كذا ما تصلح الاطار هذا ما يصلح فتكون في بعض الأشياء ما تناسب مع العميل. طيب
خليني اشوف لكم الويب سايت اذا كان موجود.
راح أرسل الرابط الآن الأستاذ ضيف، هو بس فقط للإطلاع، يعني ما هو مرجع رئيسي، هو للإطلاع. واللي حاب الآن يغادر يعني تفضل. يلا بالتوفيق.